أول ما تم بحث القيمة قيمة هذه القسائم كانت اللجنة، طبعا هي اللجنة وزارية وهي المعنية بتحديد قيمة القسائم سواء لخيطان أو غيره، فكان اللي مطروح في ذاك الوقت هو 50,000 دينار كويتي، وهذا الكلام كان في شهر 7/2017، ولكن بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء وللتخفيف على المواطنين وبمباركة نيابية تم تخفيض هذه القيمة بنسبة 70%، ومن 50,000 صارت 15,000، وذلك في شهر 7/2017.